أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من حديث الأخبار. أنا شادي شاش، ونتابع في هذه الحلقة عدد من الملفات المحلية والدولية، من بينها تطورات الأوضاع في غزة بعد مرور 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع. نذهب أيضا لاستعراض آخر تطورات أزمة احتجاجات المزارعين في عدد من العواصم الأوروبية، احتجاجا على لوائح الاتحاد الأوروبي الزراعية والتكاليف الباهظة التي يواجهها المزارعون في اللوائح الجديدة لتحقيق أهداف المناخ والاستدامة الجديدة. وفي حواراتنا نرصد جهود الدولة لتوطين الصناعة مع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد، بينما نتحدث عن المشروعات القومية العملاقة وكيف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة مع الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي. ونبدأ بأخبار هذا اليوم، نبدأ من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بعد مرور 4 أشهر على الحرب المدمرة. ويكثف جيش الاحتلال من عملياته العسكرية وضرباته على مواقع متفرقة في القطاع، خاصة مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وتدمير أكثر من نصف القطاع وارتقاء آلاف الشهداء والمصابين. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحياتها 107 شهداء و165 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. يأتي هذا بينما تستمر الجهود المصرية التي لا تتوقف من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك. وأربعة أشهر من العدوان على غزة، كيف ترى تطورات الأوضاع هناك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بك وبالساده المشاهدين. طبعا نحن نتحدث عن اوضاع كارثيه، واعتقد ان السؤال الرئيسي، او يعني بعد مرور ما يزيد على 4 أشهر من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، يظل هناك بعض التساؤلات، وعلى راسها يعني هل استطاعت اسرائيل حتى اللحظه تحقيق أهدافها في قطاع غزة، أو ما الذي جلبته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وماذا بعد يعني استمرار هذه العمليات العسكرية داخل القطاع؟ يعني في تقديري أن هذه الأسئلة يجب أن تطرح أولا على الدول الغربية التي بادرت منذ اليوم الأول على رأس الولايات المتحدة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ورعايتها، ويعني الإشراف المباشر عليها من خلال حملات الدعم العسكري والاقتصادي التي قدمت إلى إسرائيل. لكن حتى اللحظة لا إسرائيل استطاعت تحييد الحكم السياسي للقطاع الفلسطيني داخل قطاع غزة، ولا استطاعت القضاء التام على هذه الفصائل رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها قطاع غزة في ثنايا هذه الحرب. وكانت حصيلة الحرب الإسرائيلية حتى اللحظة هي الدمار وأزمات إنسانية غير مسبوقة داخل قطاع غزة، وجرائم حرب اكتسبت، وقرب سيناريو الحرب الإقليمية أكثر من أي وقت مضى في ضوء اشتعال العديد من الجبهات الإقليمية، سواء فيما يتعلق بلبنان أو ما يتعلق بسوريا أو العراق، أو طبعا الجبهة الأهم في البحر الأحمر من خلال الحوثيين. وبالتالي فالعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع لم تجلب حتى اليوم سوى الدمار وزعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي في المنطقة. وفي تقديري أن إسرائيل حتى وإن كانت يعني تروج دائما لسردية تحقيق التقدم الميداني داخل قطاع غزة، إلى أنها لم تستطع حتى اللحظة ترجمة هذه العمليات العسكرية الموسعة والمكثفة والتي شملت كافة أنحاء القطاع
إلى انتصار عسكري حقيقي. ويعني المستفيد الوحيد حاليا من إطالة أمد هذه الحرب، والذي يدفع بكل السبل من أجل توسعة يعني من أجل استمرار هذه الحرب، بل وتوسعتها لتشمل بعض الجبهات الأخرى، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدرك بشكل واضح وجلي أن يعني مستقبله السياسي مرتبط باستمرار هذه الحرب، وبالتالي يعني يسعى إلى إطالة أمدها، نعم، أو حتى يعني تحقيق بعض الانتصارات والترويج لها من أجل توظيفها سياسيا تجاه المجتمع الإسرائيلي الساخط على هذه الحكومة بالأساس. ولكن هذه الانتصارات التي يزعم أنه حققها يمكن لا تنطلي على قطاع عريض من الشعب الإسرائيلي، ولا حتى على مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية نفسها يا أستاذ محمد. صحيح طبعا، لأنه بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي حاليا يوجد مجموعة من الأولويات، وعلى رأسها ملف المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة. يعني الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو راهنت على العديد من الآليات لحلحلة هذا الملف، وكان على رأس هذه الآليات هو يعني الأداة العسكرية. إذا هنت على العمليات العسكرية كأداة لتحرير هؤلاء المحتجزين، ولكن حتى اللحظة لم تحقق الحكومة الإسرائيلية أي نجاح يذكر في هذا الملف، وكان يعني وكانت نقطة الانطلاق لحلحلة جزئية لهذا الملف من خلال التفاوض والهدن الإنسانية، وهي الجهود التي قادتها الدولة المصرية جنبا إلى جنب مع الأشقاء في قطر، وبدعم وتنسيق مع الولايات المتحدة. وبالتالي نتنياهو حتى اللحظة لم يحقق أي هدف من أهدافه، وإنما يحاول، وأعتقد أنه في ضوء فشله في تحقيق هذه الأهداف داخل قطاع غزة، بدأ في تبني بعض العمليات النوعية على غرار بعض العمليات التي حدثت في لبنان لاغتيال قادة حزب الله أو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري. أعتقد أنه دي خطط بديلة يحاول من خلالها الترويج لأي انتصارات وهمية في ضوء عجزه حتى اللحظة عن تحقيق الأهداف التي كانت موجودة في بداية الحرب، أو الأهداف أو الأولويات الراهنة متمثلة في حل ملف المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة. لكن الحصيلة هي المزيد من سخط المجتمع الإسرائيلي، خصوصا إذا ما وضعنا هذا الفشل جنبا إلى جنب مع بعض الأزمات الأخرى، سواء ما يتعلق بتنامي الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، سواء ما يتعلق بتنامي شعبية المعارضة الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي، سواء ما يتعلق بتنامي مؤشرات الأزمة الاقتصادية في الداخل الإسرائيلي من خلال ارتفاع معدلات التضخم، زيادة العجز في الميزانية، والعديد من المؤشرات الأخرى التي تزيد من حجم الضغوط المفروضة على الحكومة الإسرائيلية الحالية. يعني استمرار الجهود المصرية طبعا فيما يتعلق بإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، بالوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى حل الدولتين، بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، بمعارضة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، كل هذا يمكن ساهم يا أستاذ محمد في تغيير المشهد الغربي بعض الشيء تجاه ما تفعله إسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطيني. صحيح، يعني أنا في تقديري أن الدولة المصرية تبنت مقاربة متعددة الأبعاد تجاه السيدة راحل، ولكن إذا كان لنا أن نركز على بعض المكاسب التي تحققت جراء هذه المقاربة المصرية، ففي تقديري أن هنالك يعني مكسبين مهمين جدا تحققا جراء هذه الجهود، بعيدا عن المكاسب الإنسانية وغيرها داخل قطاع غزة. ولكن أولا ملف السردية، يعني السردية في ثنايا هذه الحرب هي أمر مهم جدا، يعني قطع بعض الدول تمويل منظمة الأونروا جاء بناء على سردية إسرائيلية تزعم أن المنظمة تنخرط في بعض الأنشطة القتالية، وكانت الدولة المصرية حريصة على هذا الملف أو على فكرة السردية منذ بداية الحرب، فأكدت الدولة المصرية منذ اليوم الأول
على أن ما يحدث هو جرائم إبادة جماعية تتم بحق الشعب الفلسطيني. أيضا يعني وبطبيعة الحال أثرت هذه السردية على مواقف العديد من الدول. أيضا أعتقد أن المكسب الثاني المهم الذي تحقق جراء الجهود المصرية بشكل رئيسي هو إعادة ملف السلام العادل إلى الواجهة، في إشارة إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. نعم. على أساس أن هذا الحل سوف يضمن ليس فقط الاستقرار في الداخل الإقليمي ولكن في الداخل الفلسطيني، ولكنه سوف يكون ضمانة رئيسية للأمن الإقليمي ككل. ووجدنا في الأيام الماضية خصوصا يعني تناميا في المطالبات الأوروبية لمعالجة هذه الأزمة من جذورها على أساس حل الدولتين، وأعتقد أنه ده ترجمة في أحد أبعاده لهذه الجهود المصرية. صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شهد عدد من العواصم الأوروبية احتجاجات واسعة من المزارعين، حيث نددوا بالتكاليف الباهظة التي يواجهونها في اللوائح الجديدة لتحقيق أهداف المناخ والاستدامة الجديدة التي التزم بها الاتحاد الأوروبي. رفع المزارعون شعار أوقفوا السياسة الزراعية الحالية للاتحاد الأوروبي، وأغلق المزارعون طرقا بالجرارات الزراعية، وانتشرت الاحتجاجات التي بدأت في فرنسا منذ 4 أيام لتصل إلى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وألمانيا والبرتغال وبولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا. من جانبها وفي محاولة لتهدئة الغضب، تعهدت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات للدفاع عن المصالح المشروعة لمزارعي الاتحاد الأوروبي عبر تخفيف العبء الإداري المنصوص عليه في السياسة الزراعية المشتركة التي يتم الاحتجاج عليها. وبينما فتح مزارعون في فرنسا طرقا بشكل تدريجي بعد وعود بحل الأزمة، لا تزال الاحتجاجات مستمرة في عواصم أوروبية أخرى. للمزيد من التفاصيل عن تلك الاحتجاجات وتداعياتها وللوقوف أيضا على مطالب المزارعين، تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي مدينة فيرساي الفرنسية. أهلا بحضرتك دكتورة جيهان، وفي البداية نتعرف منك على ما يحدث في فرنسا وغيرها من العواصم الأوروبية من احتجاجات للمزارعين، كيف بدأ الأمر وإلى أين وصل؟ اهلا بحضرتك يا فندم المشاهدين. طبعا بكل تاكيد يمكن الازمه الخاصه بالمزارعين يمكن اخذت صدى كبير جدا في يعني خصوصا ايضا يعني الاعلام سواء الفرنسي والاوروبي وغيره. الحقيقه هي ازمه يعني مهمه وهامه جدا للاحتياجات التي يدعو اليها المزارعين، هي في صميم الحقيقه الضائقه التي يمر بها هذا القطاع سواء في فرنسا او في اوروبا بشكل عام. يمكن المحتجين او المزارعين هم في الفترات الماضيه الاخيره واجهوا العديد والعديد من الرقابه المشدده هنا بفرنسا عليهم، يعني من يعني إذا كان هناك اختيار لبعض القطع قطع الأراضي لزراعات معينة، فالحقيقة الحكومة الفرنسية يعني يخضعون هؤلاء المزارعين لمراقبة ورقابة من الأقمار الصناعية على ما هي المحاصيل وهل تتوافق مع الخطة التي وضعتها فرنسا أم لا. هذا بالإضافة إلى أن أيضا ارتفاع ويعني التكاليف الباهظة التي أصبح المزارعين يعني يستخدمونها في سواء المبيدات الحشرية، لأن الحقيقة طبعا فرنسا هي هناك رقابة كبيرة جدا جدا على مسألة المبيدات الحشرية التي تستخدم في القطاعات أو في قطاع الزراعة خاصة، فطبعا هناك رقابة كبيرة، ويعني الحقيقة فرنسا تجبر المزارعين على استخدام هذه المبيدات بمقاييس خاصة. وطبعا هذه المبيدات التي ترغبها الحكومة الفرنسية هي باهظة الثمن، فيما لا يقوم المزارع نفسه بالمحاولة الجادة في عملية توازن بين استخدام الموارد وأيضا التكاليف التي تستخدم في الزراعات.
طبعا الحقيقه الاحتجاجات هي في مضمونها مشروعه جدا لهم، لان الحقيقه هناك العديد والعديد من يعني المطالب التي يطلبها المزارعين سواء في فرنسا، وايضا هذه الاحتجاجات التي ايضا يعني طالت او نالت بعض دول مثل ايطاليا واسبانيا ويمكن بروكسل ايضا بلجيكا، هناك ايضا احتجاجات للمزارعين كلها مطالب مشروعه يريدون بها فقط ان يتم تخفيض الاعفاءات او تخفيض التكاليف الباهظه التي يتكبدها المزارع، ثم يعني وايضا الاموال التي تحصلها منهم الحكومه الفرنسيه او الحكومات في اوروبا بشكل عام. طبعا هناك كانوا احتجاجات كبيره جدا جدا، يعني عايزه اقول لحضرتك انها قامت بشل حركه المواصلات. ولكن تم فتح بعض الطرق تدريجيا يا دكتوره جيهان. نعم تدريجيا تم، لكن الاسبوع الماضي كانت فعلا على هبه الاستعداد فرنسا في مواجهه هذه الاحتجاجات، بدا يعني بعض تصريحات إيمان ماكرون وأيضا تصريحات الحكومة الفرنسية بأنها سوف تتجاوب للعديد من المطالب، إلا أن هذه التصريحات لن تشفي غليل أو يعني الحقيقة لم تعجب أبدا المزارعين، لأن هم الحقيقة أجلوا تصريحات هامة بأنهم سوف يستمروا في هذه الاحتجاجات إلى أن يكون هناك تنفيذا لتلك الوعود التي قامت بها الحكومه الفرنسيه وايضا الحكومات الاوروبيه الاخرى في الدول المختلفه. ولكن هل تستطيع فرنسا التصرف بشكل منفرد فيما يتعلق بالسياسه الزراعيه المشتركه للاتحاد الاوروبي؟ هو طبعا الاتحاد الاوروبي الحقيقه يمكن سوف يقوم مكر بالانتقال الى بروكسل يعني للتفاوض مع المفوضيه الاوروبيه في هذا الشان، خاصه لان الحقيقه فرنسا ايضا لها يعني طبيعه خاصه عن تختلف، كل دوله تختلف عن اخرى، فلا بد وان يكون هناك عمليه احداث عمليه توازن ما بين يعني كل دوله على حده على حسب ظروفها، فانا اتوقع بان يقوم ماكرون بعمل مفاوضات حتى تحل الازمه على الاراضي الفرنسيه من قبل المزارعين، لكن الحقيقه يعني انا استبعد ان يكون هناك نظاما مخالفا لتعليمات المفوضيه الاوروبيه. طيب ما يعني هو ده الاشكال، انه يعني هي سياسه مشتركه يتفق عليها اعضاء الاتحاد الاوروبي، لا تستطيع فرنسا ان تحيد عن هذه السياسه. نعم، وهذه هي فعلا المعضلة، لذلك يعني الحقيقة المزارعين مستمرون في الاحتجاج لأنهم يرون أن تلك الوعود هي حبر على ورق، لا يجوز أبدا الاتفاق إلى حل يرضي جميع الأطراف، لكن يعني لعل الأيام المقبلة أن يقوم ماكرون بوضع يعني عملية أو إحداث عملية رمان في الميزان، في أن يكون هناك عملية توازن ما بين يعني طلبة بقضاء المطالب المزارعين، وأيضا في نفس الوقت أن يكون هناك بنودا اتفاقية طبيعة المفوضية الأوروبية يتخرج عنها بعض الشيء فرنسا حتى تحل هذه المعضلة. ولكن يعني أخيرا دكتورة جيهان، لفرنسا نفوذ كبير داخل الاتحاد الأوروبي، يعني فرنسا وألمانيا هما أكبر دولتان في هذا الاتحاد، ويمكن تستطيعان يعني أن تفرض بعض الحلول على الاتحاد. نعم بكل تأكيد، لأن فرنسا الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت هي ضلع هام جدا في دول الاتحاد الأوروبي، يمكن بعض الزراعات وبعض الاقتصاد أيضا قائم على ألمانيا وعلى فرنسا، فقد يكون هناك اتفاق، لذلك أقول أن يكون هناك اتفاق يرضي أيضا المزارعين، لأن الحقيقة إذا لم يكون هناك اتفاقا يرضى يعني احتجاجات هذه الاحتجاجات وتصد هذه الاحتجاجات بأن يحصل المزارعين على حقوقهم المشروعة التي فعلا يحتاجون من أجلها، يعني أعتقد وجهة نظري متواضعة ليس يكون هناك حلا وسطا للأزمة إلا إذا تغير الوضع وتغير وأصبحت فرنسا هي مختصة ب يعني كافة الإجراءات الخاصة بالمزارعين فصل عن المفوضية الأوروبية. شكرا لك على هذا التحليل، كنت معنا دكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي مدينة فيرساي الفرنسية. مازلنا معكم مشاهدينا في حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز، ونعود بعد هذا الفاصل، انتظرونا.
أهلا بكم من جديد. تستهدف الدولة في المرحلة الحالية والمستقبلية توطين الصناعات باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج. من أجل ذلك أطلقت الدولة العديد من الإجراءات والتيسيرات لجذب المستثمرين وتشجيع الصناعة المحلية. للحديث أكثر تفصيلا عن هذا الملف الهام أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد. أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. وزي ما قلنا في المقدمة أنه الدولة مهتمة اهتمام بالغ بتوطين الصناعة في مصر، اتخذ كل الإجراءات لإزالة أي عقبات. الحقيقة أنه وفقا لتقارير حكومية بيعد القطاع الصناعي هو من القطاعات الرائدة في ارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للعمالة، تنامي القدرات التصديرية، بيحتل المرتبة الأولى من حيث يمكن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ما تقلش عن 16%. ما دلالة كل هذا الاهتمام وكيف ينعكس ويؤثر في الاقتصاد القومي؟ هو الصناعة هي قاطرة التنمية في أي مكان في العالم وفي أي دولة في أي زمن، لأنها بتستوعب أعداد كبيرة جدا من العاملين، وده في حد ذاته بيحرك الاقتصاد. أيضا بيكتسبوا خبرات، بينتجوا في مختلف المجالات، يعني أما نقول صناعات زي الغزل والنسيج مثلا، زي صناعة السيارات، زي صناعة الأدوية، فيها كمية بشر كتير جدا، كثيفة العمالة، وده في حد ذاته محرك للاقتصاد وللتداول السلعي والتداول المالي بشكل كبير. هي الصناعة نفسها بتعمل نوع من الحد من الاستيراد، وده هدف أساسي، وده يمكن اللي وجه الدولة في الفترة اللي فاتت كلها إنها تركز على توطين الصناعة. توطين الصناعة إما بعمل صناعات جديدة أنا محتاجها في مجالات معينة، أو بأحيي صناعات قد تكون ضعفت أو شيء من هذا، بما يؤدي في النهاية إن أنا أقلل حجم الاستيراد بتاعي اللي أنا بدفع فيه بالدولار، والأزمة العالمية شغالة، وإحنا طبعا الدولار عاملنا مشاكل كتير جدا وهكذا. أو بعد ما بوفر الإنتاج بتاعي من خلال صناعاتي، في جزء ممكن يتصدر كمان ويجيب لي عملة صعبة أو دولار أو غيره أو هكذا. إذن الصناعة هنا هي عنصر جوهري وأساسي في عملية التنمية، سواء التنمية العادية أو التنمية المستدامة، سواء في توطين الصنعة نفسها والفنية بتاعتها في مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية. ده بيخلي المواطنين في هذا المجال أو غيره، أو في هذه المنطقة الجغرافية أو غيرها، بيتعامل باعتباره خبرة، وبيكتسب خبرة. اللي بيشتغل في مصنع الغزل والنسيج خبرة، اللي بيشتغل في مصنع السيارات خبرة، اللي بيشتغل في مصنع مركبات السكة الحديد سيماف أو غيره في مناطق أخرى خبرة، وهكذا. إذن التوجه ناحية الصناعة أمر إيجابي جدا، هنشوف نتائجه، وإن لم يكن شفنا نتائجه فهنشوف بعد كده حاجات أكبر وأكبر، وكلما اتسعت رقعة هذا التوطين كلما كانت المكاسب أكبر. والحقيقة أن القطاع الصناعي يمكن بيشتغل فيه حوالي 3.5 مليون مواطن يا أستاذ رفعت، ده رقم كبير، ومن المنتظر أيضا أن يزداد هذا الرقم مع التوسع في توطين الصناعة في مصر. يعني أيضا من هذه المميزات لهذا القطاع الهام مش بس تقليل فاتورة الاستيراد، ولكن تشغيل أكبر قدر ممكن من العمالة. أكيد طبعا، لأن هو الحكومة كمان مهتمة كدولة يعني بأنها بتوفر تسهيلات كتير جدا لهذا القطاع، منها إعفاءات ضريبية، ومنها تسهيلات ضريبية، إعفاءات جمركية وتسهيلات جمركية، ومنها الرخصة الذهبية التي لا تحصل إلا على موافقة واحدة من مجلس الوزراء بدون أي عوائق. بتوفر كمان المناطق الأرض، يعني المساحات بتاعت الأرض اللي بتبنى عليها المشروعات، وده من خلال خطة موجودة يعني مدروسة، وبترسل للجهات المختلفة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لمن يرغب أنه يسوق هذا الموضوع. أنشأت مجمعات أيضا لتجميع صناعات معينة ومصانع معينة في مناطق محددة، ده كله بيفيد زي ما سيادتك قلت كده نسبة العمالة كبيرة، بيوفر دخل لهؤلاء المواطنين. هذا الدخل بيساعد على ضخ الاقتصاد والتعامل السريع في دورة رأس المال في المجتمع.
أيضا أنا بنمي مهارات الناس بتوعي، ممكن يعني يتفوقوا على اللي بره، يساهموا مع اللي بره في حاجات، فإذا أنا بستفيد في كل الأحوال. يمكن المشروعات القومية يا أستاذ رفعت ساهمت كثيرا في تسريع توطين الصناعة في مصر، لأنها احتاجت إلى أنواع كثيرة من الصناعة، وبالتالي لازم أن يعني يتم توطين بعض الصناعات لخدمة المشروعات القومية في مصر. هو الخطة اللي بماشي عليها الدولة خطة متكاملة، هنا بيخدم على هنا، بيكمل هنا، وعندما تنتشر المشروعات القومية الكبرى في أنحاء الجمهورية كلها لابد أن تغذى بصناعات معينة تحتاجها. لو أنا بعمل مثلا مشروع خاص بمركبات السكة الحديد أو احتياجات السكة الحديد، بعمل له مصانع متوسطة أو صغيرة لتوريد وتوفير قطع الغيار المختلفة، لو بعمل مصنع للسيارات في مكان معين بيخدم على مشروع قومي معين، وهكذا. فإذا الخطة على بعضها كده متكاملة بتؤدي في النهاية إلى تحقيق تنمية بشكل عام، تنمية مستدامة في المشروعات القومية الكبيرة، وتنمية متتالية في المشروعات الصناعية التي تستهدف الدولة أنها تنتشر في كل المساحات وفي كل المجالات. احنا يعني الدولة عملت مجموعة مجالات اشتغلت فيها، منها البطاريات، منها قطع غيار السيارات وصناعة السيارات نفسها إن شاء الله قادمة، الكيماويات، الحاجات الكيميائية الدوائية يعني، الرقائق الإلكترونية في الاتصالات، أيضا مضخات المياه بالنسبة للزراعة والري وكذا، يعني مجموعة مجالات صناعية مهمة جدا لصلب عمود الاقتصاد المصري في الحاجات التي نستورد منها الكثير. بالحديث يعني عن التصدير، طبعا القيادة السياسية بتأمل وإن شاء الله هذا يتحقق أن احنا نصدر بمئة مليار دولار يا أستاذ رفعت، وإذا يعني لكي يتأتى هذا يجب أن تكون الصناعة والقطاع الصناعي على رأس هذه القاطرة من التنمية لكي نصل إلى هذا الرقم اللي عايزين نتعداه كمان إن شاء الله. هو في كل الأحوال حضرتك لو بتبص أنت كدولة أو أي دولة أخرى بتستورد إيه؟ بتستورد الأشياء أو الآلات التي تستخدم في العمل اليومي، لو أنا بستخدم أي حاجة في الصناعات والحرف المختلفة، لو في سباك بيحتاج إيه، لو في خراط بيحتاج إيه، لو في بائع أدوات كهربائية بيحتاج إيه، كل دي صناعات حضرتك، وكل صناعة من دول لو تم استيفاء حاجة المجتمع منها وحاجة السوق المحلية، فإذا أنا بستغنى عن المستورد أو بقايض أو بديله حاجة وباخد قصادها حاجة أو بصدرها وأخد عملة صعبة بتوفر لي أشياء كتير. إذا الفائدة عامة وليست يعني قاصرة على مجال معين، فتنوع الصناعات واختلاف مجالاتها أمر إيجابي جدا في أي وقت، واختلاف حجمها يعني زي ما عندنا المشروعات الكبرى والصناعات كثيفة العمالة، عندنا أيضا مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر لكل من يرغب في الدخول في مشروع صناعي، مش شرط ان هو يكون حجمه كبير، لكن ممكن قوي يكون حجمه متوسط او حجم صغير، وبالتالي كده تكتمل الخريطة الصناعية، ما تبقاش بس قاصرة على وجه واحد او جانب واحد من حجم الصناعة. لا، احنا لما بنتكلم على المصانع والشركات الكبيرة بنتكلم على جهد حكومي بالتعاون مع استثمارات كبيرة، لكن المواطن العادي يمكن أن يقيم مشروع متناهي الصغر أو صغير بإمكانيات تتيح له القروض والبنوك أو التسهيلات المختلفة اللي بتقدمها. صحيح صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الأستاذ رفعت رشاد الكاتب الصحفي، ونراك على خير قريبا إن شاء الله. ما زلنا معكم مشاهدينا في حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز، ونعود بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. تبقى المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في كثير من القطاعات قاطرة حقيقية للتنمية وتحقيق جودة حياة
للمواطنين. بتساهم هذه المشروعات في توفير فرص العمل، كما أنها تعد ركيزة أساسية من ركائز نمو الاقتصاد المصري. حول هذا الملف يدور الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي. أهلا بك يا أستاذ بلال. أهلا بحضرتك ولا مساء المشاهدين. أهلا بحضرتك. إذا زي ما قلنا أن المشروعات القومية العملاقة بتساهم في تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، يعني اشرح لنا كيف تؤثر هذه المشروعات القومية في هذا العنوان اللي احنا ذكرناه، التنمية المستدامة. احنا بنتكلم عن المشروعات القومية، عشان نعمل مشروعات قومية محتاجين ثلاث حاجات: محتاجين إرادة سياسية، محتاجين تخطيط، محتاجين تمويل. الدولة المصرية الحمد لله موجود إرادة سياسية ان انت تحقق انجازات للشعب المصري، ونحط تحت الشعب المصري دي 50 خط. ليه؟ لان المستفيد الاول من المشروعات القومية دي كلها الشعب المصري، اللي هو 60% منه شباب. وبالتالي لما عندنا إرادة سياسية وفي تخطيط جيد في جميع المجالات، قدرنا ان احنا نحقق وننجز ما تم تحقيقه. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اخر لقاءاته في عيد الشرطة قال جملة مهمة جدا احنا توقفنا عندها كصحفيين. رئيس السيسي بيقول عايزين نحافظ على ما تم انجازه. طيب ما تم انجازه دي من المشروعات دي، هل ده من فراغ؟ لا، مش من فراغ، ده من إرادة سياسية وتخطيط وتمويل. المشروعات لو جينا بصينا المشروعات دي هنلاقي مشروعات، اولا الناس كلها بتتكلم على طرق وكباري، لا ده احنا عندنا مواني، عندنا زراعة، تحقيق انجازات في المجال الزراعي، مشروعات قومية حقيقية. مستقبل مصر ده هيعمل نقلة حضارية كبيرة جدا في ان مصر تحقق اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل. عندنا اللي كنا بنقول عليه مدينة المعرفة اللي موجودة في العاصمة الإدارية، ده مدينة كاملة متكاملة المستهدف الأول فيها الشباب. عندنا المدن الجديدة اللي حصلت في مصر دي كلها، كل الناس بتسأل ماذا يحدث لو، طبعا لو تجرب عمل الشيطة طاقة متجددة زي بنبان مثلا على سبيل المثال، ده مشروع مشرف. يمكن كنت قعدت مع بعض القيادات في وزارة الكهرباء بيقولوا مشروع بنبان ده مشروع غير طبيعي. مشروع القناطر اللي موجودة في أسيوط حاجة، يعني نسبة إنجازات حققتها مصر في الفترة دي إنجازات ضخمة جدا جدا. احنا بنقول عايزين نحافظ على الإنجازات دي لأن الشباب المستفيد منها. مدينة المعرفة اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي مدينة الشباب المستفيد الأول، مدينة الدواء، مدينة الجلود، مدينة الأساس، دي كلها وجهة نظر جديدة لتخطيط للمستقبل اللي هيستفيد منه الشباب. احنا بنتكلم عن المواني المصرية ما كانتش كده، رفع كفاءة المواني القديمة وبعض المواني الجديدة اللي تم إنشائها. بنتكلم عن خطط زراعية مش موجودة، ما كانتش كنا بنحلم بيها الأول. هو هل حد يتوقع إن سينا فيها أراضي زراعية تم استصلاحها وتنتج الآن 400,000 فدة؟ ده في سينا، ده غير طبعا مشروع مستقبل مصر وغير الدلتا الجديدة والمناطق الجديدة في الفرافرة وفي الوادي الجديد وفي الصعيد. احنا بنتكلم عن مشروعات كبيرة جدا المستهدف منها الشباب. العالمين الجديدة، خلاص احنا قلنا العالمين الجديدة وشفناها موجودة على أرض الواقع، وبدأنا نجني الثمار وأصبحت مدينة في مصاف المدن العالمية سياحية. العاصمة الإدارية دلوقتي عندنا بنتفاخر بوجود العاصمة الإدارية. ليه؟ لأن عندنا منطقة استثمارية في العاصمة الإدارية، عندنا الاستاد، طبعا استاد العاصمة الإدارية 92,000 متفرج، ده هيبقى مفخره لينا كلنا. المدينه الرياضيه، المدينه الرياضيه كلها بالاستاد، لان طبعا سياده الرئيس حضر مع المنتخب مصر، فكلنا شفنا الاستاد بعد ما تم افتتاحه. حاجه مشرفه جدا، هتنقل مصر نقله جديده، لان طبعا مصر قادره على استقبال بطولات اولمبيه. فكل ده المستفيد منه الشباب. بنتكلم عن مشروعات طبعا اسكان، يعني مليار، سوري انا اسف، تريليون و200 مليار حجم ما تم انفاقه الدولة المصرية انفقته في مشروعات الاسكان. اسكان متعدد، اسكان متميز، اسكان اجتماعي، اسكان اقتصادي، عشوائيات. الاول كنا بيعايرونا بالعشوائيات، دلوقتي تم القضاء على العشوائيات. هل احنا بنقول حاجة مش موجودة؟ لا، احنا شفنا العشوائيات كانت موجودة ازاي وكتبنا عليها وقلنا متى تتحرك الدولة والحكومة. اتضح ان القرار كان قرار سياسي ولازم تخطيط. احنا شفنا ده وشفنا ده، يمكن الصورة
ما زالت في الأذهاننا العشوائيات كانت موجودة وعاملة إزاي، وكانت طبعا في كل القنوات الفضائيات كانت بيتم معايدة مصر بيها. دلوقتي العشوائيات تم القضاء عليها، وبالعكس إسكان العشوائيات دلوقتي تم القضاء على المناطق الخطرة، يعني هي أصلها على مراحل خطرة جدا العشوائيات. خطرة جدا، وبالتالي دلوقتي في اسكندرية وفي بشار الخير في الأسمرات في طبعًا. اللي موجودة في سور مجرى العيون، كل المناطق دي كلها بقت احنا يعني مبسوطين ان تحولت المناطق العشوائية الى مناطق جاذبة ومناطق تليق بالمواطن المصري اللي كنا بنقول دولة 30 يونيو الجمهورية الجديدة بتعتني بالحجر، البشر قبل الحجر. صحيح، هو ده اللي احنا بنقول عليه مدينة المعرفة. وعلشان كده ممكن واحنا بنتكلم عن المشروعات القومية العملاقة والكبرى يا أستاذ بلال، لازم نقول انه هذه المشروعات للمرة الأولى يمكن في تخطيط الاقتصاد المصري لم تقتصر على العاصمة ولا حتى على المدن الكبرى في مصر زي اسكندرية وبورسعيد إلى آخره، ولكن تم توزيعها على كافة محافظات الجمهورية لكي يستفيد الجميع من التنمية. ما هو ده التخطيط اللي انا بلاحظك عليه. أيوة. هو ده التخطيط، زي ما اسكندرية والقاهرة استفادت من المشروعات، في الصعيد استفاد والدلتا استفادت. تخيل استفاد حضرتك كثيرا. الصعيد استفاد كل 25 كيلو على نهر النيل كوبري، الطريق تم ازدواج الطريق اللي طريق الصعيد، طريق السويس طريق ما كانش كده خالص، طريق الإسماعيلية ما كانش كده خالص، طريق الضبعة ما كانش موجود اصلا. فكل الطرق دي كلها تساهم في الاستثمار والشباب اللي بيجني الثمار، وهو اللي كان موجود اصلا في الشركات اللي انشات، وهو اللي هيستفيد من المشروعات دي كلها. المنطقه دي كلها يمكن اللي مكن الدوله من ان كل المشروعات القوميه العملاقه دي تنتشر في المحافظات هي الطرق والكباري يا استاذ. هي الطرق والكباري وهي اللي كمان هتساعد على استثمار. ما هو المستثمر لما بيجي مصر بيسال على حاجه، عايز بنيه تحتيه، عندك بنيه تحتيه، عندك كهرباء، اتفضل. في مشروعات انشات في الكهرباء نجاح كبير جدا، عندك في الطرق عندك نجاح، قانون الاستثمار، وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ومعالي رئيس الوزراء 22 قرار لدفع حوافز جديدة للمستثمرين، وبالتالي تبص تلاقي كل المنطقة اللي هي شرق القناة أو غرب القناة كل ده مستفيد من المشروعات الجديدة، لأن عندك طريق الإسماعيلية بقى طريق عالمي، طريق السويس طريق عالمي، طبعا مواني بورسعيد بقت حاجة تانية خالص، زائد برضو فيها جزء من الزراعة والمينة هناك عامل شغل مهم جدا. كل ده انت بتعمل عملية تنمية حقيقية واستثمار، كل ده الهدف الأول منه الشباب اللي بيكون هو بيجني الثمار دي وهو اللي بيشتغل في الكلام ده كله. يمكن مصر كانوا الناس كلها بتنظر ليها فترة كورونا إن العالم كله قافل ومصر اللي كانت شغالة، الشركات المصرية كانت شغالة. أيوة. فدي برضو ساعدت إن الاقتصاد المصري يتقدم للأمام وما يتأثرش التأثير اللي دول عظمى اتأثرت بيه. وبالتالي إحنا تلقينا ضربة كورونا كانت في مجهود بذل من الحكومة، الفترة الحرب الروسية الأوكرانية برضو الدولة كانت شغالة ومشروعات شغالة، حتى الآن ما في مشروعات شغالة فيها. احنا بنتكلم عن كل ده الدولة عملته. طب الدولة عملته ليه؟ لأن الدولة المصرية الجمهورية الجديدة اشتغلت على الحجر، البشر قبل الحجر، في مشروعات تنمية للإنسان ذات نفسه، المواطن ذات نفسه، مشروعات التكافل والكرامة. أنا بقول التكافل ده مشروع قومي، ليه؟ لأن وصلت للناس المستحقين. أيوة. ودعمت الناس المستحقين، حياة كريمة 68 مليون استفادوا من حياة كريمة، ده مشروع قومي. طبعا المشروعات التانية اللي احنا بنشوفها اللي موجودة في الصعيد مشروعات مهمة جدا، تطوير مراكز الشباب ده مشروع قومي من الدرجة الأولى، عشان انت تكون مراكز الشباب جاذبة للشباب، وبقت الدولة طورت 75% من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في فترة قليلة جدا. في خطة موجودة لتطوير المراكز دي، مراكز الشباب ده كده وبس، لا ده المراكز الثقافية كمان، أصول الثقافة تم تطويرها. عندنا الدولة عملت مساكن للشباب اللي عايز يختار، في اسكان اجتماعي، اسكان متميز، اسكان اقتصادي. أيوه. عندنا المدن الجديده طبعا 18 مدينه جديده، وفي لسه في مدن اكتر جيل الرابع، كل المدن دي بتستوعب الشباب. صحيح. المدن دي كلها. صحيح. بتستوعب الشباب. صحيح. وتهدف لي مستوى اعلى للشباب المصري. ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك ان كل الناس دلوقتي 65% اكتر كمان شباب دلوقتي في. صحيح. مصر، وبالتالي كل المشروعات يجني ثمارها الشباب وهم اللي شغالين في الشركات. وهو ده الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في مؤتمر حكايه وطن قال لك ان كل المشروعات دي المستفيد منها الشباب، واحنا كلنا
بنقدم يعني الشكر على هذه المشروعات وبنقول نحن نتمنى المزيد. وطبعا زي ما سيادة الرئيس قال نريد الحفاظ على ما تم إنجازه، لأن ما تم إنجازه هو كبير كتير. صحيح صحيح. ومشكور طبعا ومحمود أكيد. وكنا بنطلبه لما كنا بنكتب ونقول متى تتحرك الدولة لمواجهة العشوائيات، متى تتحرك الدولة لإسكان شباب. فدلوقتي كل من يقدم شقة بيلاقيها. صحيح. فهو ده اللي احنا كنا بنقول عليه، إرادة سياسية مع تخطيط مع ونتطلع للمزيد المزيد إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي، ونراك على خير قريبا إن شاء الله. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.